مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم؟ الأشخاص الأغنياء الذين تتعدى ثروتهم المليار دولار غالبا ما يعيشون الحياة بقدر كبير من الرفاهية على عكس الأشخاص البسطاء، فالأغنياء بهذا الشكل قادرون على تحمل تكاليف كل ما يسعون لتحقيقه، والبعض منهم ينفق أمواله بشكل يراه البعض الآخر تافها أو غير مفيد. ولكن من بين هؤلاء الأغنياء هناك البعض الذي يقرر استخدام تلك الأموال بشكل سليم، ويعيشون الحياة الطبيعية مثل البشر، فيرتدون ملابس بسيطة ولا يشترط أن تكون مكلفة، وكذلك يستخدمون الوجبات المشبعة والتي يأكلها أغلب البشر دون الحاجة للتظاهر بما لديهم من أموال. وقصة اليوم لشخص من هذه الفئة الثرية، ولكن بعقلانية وحكمة في استخدام المال، وستتفاجأ من الحياة التي قرر هذا الرجل أن يعيشها. تشاو يون فات لديه الكثير من الأفلام المشهورة مثل التنين الزاحف، التنين الكامن، وقراصنة الكاريبي، والعديد والعديد من الأفلام الأمريكية الشهيرة التي نالت الكثير من النجاح الجماهيري. والكثير من الجماهير والممثلين الآخرين يعرفون النجم تشاو يون فات، ولكن القليل منهم يعرف عن حياته الشخصية. ولد تشاو في مايو من عام 1955 في إحدى الجزر تدعى لاما، وهي من الأماكن التي تعاني فقراً شديداً. كانت عائلته تعمل بشكل رئيسي في الزراعة، لذلك وجب على تشاو منذ نعومة أظافره أن يستيقظ مبكراً ليقوم بإطعام الحيوانات التي تساعد عائلته في أعمال الزراعة، وبعدها يذهب برفقة والدته إلى السوق لبيع الفطائر التي تعدها في المنزل. وبعد كل هذا يذهب ركضا إلى المدرسة، ولا ينتهي يومه عند هذا، لأنه كان بعد العودة إلى المنزل مرة أخرى يقوم بأعمال أخرى لمساعدة عائلته. وحتى الآن حياته لا تختلف عن الكثير من الأطفال الذين تعيش عائلاتهم في الريف والقرى الفقيرة. ولكن في عام 1968 قررت عائلته السفر إلى هونغ كونغ من أجل البحث عن حياة أفضل، وتطلب هذا الكثير من الأموال والمجهود للتأقلم على الحياة في المدينة، للدرجة التي وصل فيها الحال في بعض المرات أنه لم يكن للعائلة أموال كافية لدفع إيجار غرفة صغيرة يعيشون بها. ولذلك عندما وصل تشاو إلى عمر 17 توجب عليه ترك دراسته والبحث عن عمل لمساعدة أسرته وتحمل مصاعب الحياة معهم. وخلال هذا الوقت لم يكن تشاو يعرف ما يريد أن يكون في المستقبل، وقام بتجربة الكثير من الوظائف مثل ساعي بريد، عامل بناء، وغيرها من الوظائف التي أدرك أنها ليست مناسبة له، ولم يكن يعرف ما هي الوظائف التي ربما تتناسب مع شاب من عائلة صينية فقيرة. وفي أحد الأيام وجد إعلانا لإحدى القنوات التلفزيونية، وعندما قام بالاتصال بهم أخبروه بأنه يمكنه القيام بعمل تجربة أداء. وعندما شارك أصدقائه وعائلته أخبروه أن يبحث عن وظيفة حقيقية ولا يسعى وراء الأوهام، فهذه الوظائف والأعمال لا تناسبه. ولكنه فكر بشكل مختلف وقال لنفسه لم لا، وقرر أن يكون مختلفا عن تفكير الأغلبية التي نصحته برفض هذه الوظيفة. وعندما ذهب إلى المقابلة لتجربة الأداء كان غريبا وسط المتسابقين بملابسه البسيطة وسط الأثرياء، ولكن لجنة التحكيم نظرت إلى موهبته ولم تنظر إلى مؤهلاته المادية أو شهاداته الضعيفة، وأعجبوا به بشكل كبير وأصبح من الأشخاص الذين يعملون في مجال التمثيل. مما لا شك فيه أن البداية لم تكن سهلة، وتوجب عليه بذل الكثير من الجهد والوقت ليحقق ما قد وصل إليه اليوم، فقد أصبح الآن من أكثر الفنانين الآسيويين الذين ظهروا في الأفلام الأمريكية والعالمية، وحصل على جائزة مهرجان هونغ كونغ 3 مرات كأفضل ممثل، وغيرها الكثير من الجوائز. وعلى الرغم من أن تشاو لم تكن لديه الفرصة لإتمام دراسته، وأيضا لم يحصل على الكثير من الدراسات المتخصصة في التمثيل، ولكنه استطاع أن يضع نفسه في الإطار الذي أحبه الناس ونال إعجاب الجميع، واستطاع تحقيق ما يدعى في حياة الآخرين مجرد أحلام. وقد تجاوزت ثروة هذا الرجل 750 مليون دولار،
والكثير من الأشخاص عندما يعرفون هذا المبلغ الكبير يفكرون أن هذه الأموال كافية لتجعله سعيداً، ولكن تشاو يرى الحياة بشكل مختلف، ودائماً يقول إن المال أبعد بكثير من تحقيق السعادة الحقيقية، ولكن نمط الحياة التي يعيشها الناس هي ما تجعل حياتهم سعيدة أو لا، فهو يعيش حياة بسيطة جداً، وذكر في كثير من اللقاءات إنه يحتاج فقط من 200 إلى 300 دولار شهرياً ليعيش حياته التي يرغب بها. والآن بعد أن بلغ تشاو عامه 65 لا يزال لا يملك أي منازل في هوليوود أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يعيش في منزله البسيط في هونغ كونغ برفقة زوجته، ويأتي فقط إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تصوير الأفلام أو التفاوض على أعماله السينمائية. ولكن رغم ضخامة ثروته إلا أن الجميع يعرف أن تشاو يعيش حياة بسيطة، ويأكل مثل أغلب البشر من مطاعم الوجبات السريعة، ويستخدم وسائل النقل العام والحافلات، ويمكنك أن تراه يسير في الشارع بشكل طبيعي دون أي حراسة خاصة أو ضجيج مثل أغلب المشاهير، ويستمتع بالتقاط الصور التذكارية مع الجماهير في الشارع والتوقيع لهم وارتداء ملابس عادية، فهو لا يرى أن هناك صيحات يجب على البشر اتباعها في الأزياء، ولكن كل شخص عليه ارتداء ما يناسبه وما يجعله أكثر راحة من الأزياء، فهو لا يبحث عن كسب الكثير من الأموال، ولكنه دائم البحث عن حياة بلا هموم، بل الراحة النفسية التي يضع لها تعريف السعادة الحقيقية. فتشاو الذي يعتبر أسطورة بالنسبة لأغلب سكان قارة آسيا ويطلقون عليه لقب الإمبراطور، هو نفس الشخص الذي استخدم نفس الهاتف من شركة نوكيا لمدة وصلت إلى 17 عاماً، وقام بإصلاحه الكثير من المرات حتى تعرض للتلف، وفي عام 2020 كانت المرة الأولى التي يضطر فيها تشاو إلى شراء أول هاتف ذكي له. وحياته الأسرية أيضاً لم تكن سهلة، فقد تزوجت تشاو من الجميلة جاسمين في عام 1986، ولكن بولادة ابنته الأولى ظهرت الكثير من المشاكل الزوجية في حياته، ولكنه احتوى كل هذا. والآن بعد مرور 20 عاما تقريبا على زواجه، يدرك الجميع بما فيهم جاسمين التي تدعمه في حياته البسيطة، وترى أن الحياة لا يجب أن تكون مليئة بالأغراض الباهظة الثمن والملابس الفاخرة لتكون حياة سعيدة، وهي تعيش بنفس نمط حياته في التنقل والحياة البسيطة. وفي أحد الاحتفالات لتشاو وزوجته بعيد زواجهم عندما كان عمر تشاو 60 عاما، قام الزوجان بدعوة 20 من أقرب الأصدقاء، وكان من بينهم الأسطورة جاكي تشان للاحتفال معهم بهذه المناسبة. وقامت الزوجة بطهي جميع الطعام للضيوف، فهم ليس لديهم مدبري منزل أو أشخاص يساعدونهم في الأعمال المنزلية، كذلك يذهبون إلى المحلات التجارية لشراء أغراضهم دون مساعدة أحد، ويرتدون ملابس عادية مثل الأحذية الرياضية والجينز، وكثيرا ما يظهرون بملابس بسيطة مثل التي يرتديها الملايين من الناس حول العالم. وقد يتعجب الكثير من حياة هذا الرجل الذي يذهب إلى هوليوود ولا يقبل أن يستأجر طائرة خاصة رغم قدرته على الدفع لها، وتراه في الأفلام يصافح براد بيت ويظهر برفقة جاكي شان في اليوم التالي، تراه يعيش حياة بسيطة ويستقل متر الأنفاق مع الأشخاص العاديين، وعندما تراه وتحاول أن تصافحه سيكون مرحبا للغاية، ويتعامل بشكل بسيط للغاية مع الجماهير في الشارع والمواصلات العامة. والكثير من المصادر تؤكد أن بعض العائلات التي تتعرض لمصائب وشدائد مثل احتراق منازلهم أو مرض شخص في العائلة بمرض قاس، يأتي إليهم خطابات من البنك بأن شخصا قد أرسل إليهم المبلغ ويرفض إظهار هويته. ولكن في الحقيقة البعض قام بالتحقيق في هذا الأمر، واكتشف أن تشاو يقوم بهذه الأعمال الخيرية لمساعدة الفقراء وغير القادرين على تدبير أمورهم، وفي إحدى المرات قد تبرع بمبلغ وصل إلى 100,000 دولار لمساعدة عائلة تعرض منزلها للاحتراق. وليس هذا فقط، ولكن تشاو يعيش حياة قد تعتقد أنها خيالية وليست حقيقية، فقد أعلن تشاو أنه سيتخلى عن ثروته البالغة أكثر من 750 مليون دولار
للأعمال الخيرية بعد وفاته. وقال الممثل الذي دخل قائمة فوربس كواحد من أعلى الممثلين أجراً في العالم عام 2015 إن المال ليس شيئاً تملكه إلى الأبد، فعندما تموت يوماً فإنك ستتخلى عنه للآخرين، ولا يمكنك أن تأخذ أموالك معك إلى القبر عندما تموت. مضيفاً في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية مونهوا إن زوجته جاسمين تان دعمت قراره بقوة، وكان قرار تشاو وزوجته بالتبرع بكل ثروته لمساعدة الفقراء وبناء المستشفيات بعد وفاته ترجمة لحياته التي قرر أن يعيشها بشكل بسيط. تشاو لا يملك الكثير من المنازل في مختلف الدول أو سيارات باهظة الثمن أو غيرها من الأغراض التي يتسارع أثرياء العالم لاقتنائها، ولكنه قرر أن يقتني ما هو أثمن وأسمى من هذا، السعادة والرضا الداخلي الذي لا يشترى بالمال. السعادة الحقيقية لا يمكنك أن تمتلكها بالمال، فالكثير من الأثرياء يعيشون حياة مرفهة ولكنهم تعساء وغير راضين، وعلى العكس فالسعادة الحقيقية تبدأ من داخل الإنسان ومن ثم تظهر إلى الخارج وليس العكس، فليس هناك غرض أو شيء يمكنه أن يجلب لك السعادة إذا حصلت عليه، فالمال وسيلة للحياة ولكن ليس غرضا تحيا لأجله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة، جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.